مرحبا بكم في المستشفى بعد الافتتاح الفعلي وخدمة المرضى. تم عمل أكثر من جلسات غسيل دموي في العناية المركزة المجهزة لجميع أنواع المرضى من مرضى الكلى وخلافه، كما عندنا جلسات غسيل دموي موجودة في وحدة الغسيل. احنا بنستقبل جميع حالات المسالك البولية على مدار ال 24 ساعة تحت رعاية طبية وفندقية فائقة الجودة على مدار ال 24 ساعة، بتبقى بنجري جميع أنواع عمليات جراحات الكلى والمسالك البولية سواء جراحيا أو مناظير البطن والحوض أو مناظير المسالك البولية. المستشفى هي أفضل مستشفيات جمهورية مصر العربية في هذا التخصص. يتم بالمستشفى اتباع أحدث نظم العمل والبرامج التدريبية لكل أطقم العمل الموجودة بالمستشفى. التزمت مستشفى الإسكندرية للكلى والمسالك البولية بالمعايير الدولية سواء في التصميم الأولي أو في الإنشاءات، كما أنها تستهدف الحصول على الاعتماد الدولي في أقرب وقت ممكن. لدينا أحدث غرفة عمليات بمصر والشرق الأوسط مجهزة بأدق وأحدث الآلات والمناظير الجراحية الحديثة. في قسم الطوارئ في المستشفى نتعامل مع جميع حالات الطوارئ في المستشفى طوارئ المسالك على مدار 24 ساعة، وفي قسم الداخلي نتابع الحالات بعد عمليات الجراحية المتخصصة في جراحة المسالك البولية. بغض النظر عن الفرنساويين والأمريكان والسعوديين والليبيين اللي بيحضروا عندنا، أنا عايز أطمن الشعب المصري إن هيلاقي خدمة لا توجد في أغلب المستشفيات. إحنا بالنسبة لمحطة تعقيم المياه أو معالجة المياه بكفاءة لا توجد إلا في قلة قليلة، وإحنا نجوب أي مكان في مصر الحمد لله تعالى من عناية بالمية وعناية بعدم الالتهابات. عندنا ماكينات غسيل أحدث ماكينات موجودة في العالم، الحمد لله إحنا عدينا مساحة كبيرة من الغسيل الكلوي اللي موجود في مصر. مستشفى اسكندرية للكلى والمسالك البولية تستقبل حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة، وبها أول جهاز من اسكندرية تفتيت حصوات الكلى الشفافة ريديولوسنس توموس. المستشفى بتنفرد بجهاز برمجي متميز لمتابعة الحالات بعد العمليات ومتابعة العيادات الخارجية. قسم التغذية العلاجية في المستشفى بيقوم بإعداد نظام غذائي لكل مريض تبعا لحالته الصحية وتبعا للتحاليل الخاصة به وكمان تبعا لأحدث الأبحاث في مجال التغذية العلاجية. أنا أدعو كل مواطن مصري يحب يجي يبص على المستشفى ويشوف الخدمة المقدمة لها، هيلاقي كل العناية الطبية والتمريضية مع أحدث التكنولوجيا الموجودة في العالم.